11h du matin. Kima watkom. Tars mongolien. Hello. 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 كيف نقولوا بنزرت بالانجلي؟ بايزرت. Welcome to بايزرت.
عسلامة مرحبا بكم معاكم كروز. اليوم عنا ايفنمون باش نمشيو معنا في تغوير بقات بلاصه بركه وتوا الفينال على البلاصه هذيك باهي الفينال ما بين هادي عكروت صاحب شركه كرياتيفيتي للاشغال الالكترونيه و مرادين بروزبير صحيت مرادين هوني ياي كرياتيفيتي واه فما ثلاثه ماي جاي تشالنجر جديد عسلامة شو اسمك سلومه سلومة الربيع سلومة مش يلعب وتوا حجر ورقمي قص ولا توشاكي ولا تجي فيه يربح اللي تجي فيه يربح واحد يربح يا زوز تروح يخرج هو وتقعدوا تونس يا واحد يربح يا واحد يربح الزوز يربح هو ديريكت فهمتها كما راك هاو كي نخرجوا الكل لا تقعد تعاود برا يمشي هوني معناتها اذا كان راهو انا واحد من الناس اذا كان مش تجي فيها ما نجمش نروح فيه في الواش كيفاش تحكي يا تطلع كرات عزيز يا تمشي يا ما تمشيش يا تروح هاي يمشي طيبيني بروح الخيل اللي باش يربحوا لي مكان صافي كرهت عزيز انا وكلم بروفا قلت له لازم نجي اخر كلمه تحب تقولها اخر كلمه حاب نقولها لي فرمو مش نفسخ على كروز اليوم انا وكن ربحت انت حقروني يربح عليك سروه كلمه تحب تقولها قبل ما تبدا لا لا هاي ابدا واي حقروني حقروني واحد Sleep. اللي صار اليوم عليه بعثنا فيش تكنيك معناها فيها السنو اللي حاجتنا بيه يا اخي فوجئنا انهم جابوا لنا دو ميكرو دو بيرش قلنا لهم مش نعملوا بدو ميكرو دو بيرش رانا جروب عنا باتري لازم على الاقل 4 ميكروات على الاقل 4 قلنا ليه زوز ميكروات نجم نعديهم كل شيء قلت له حتى الصوم معناها
ما فما كان تابل فما تابل وزوز ميكروويت باش تنايك بيهم. قال لي اي تنجم تعمل بيهم كل شيء. قلت له باهي فما روتورات. قال لي لا. قلت له عليه قال لي سان بيرو الروتور تسمع بيه يروح للسيرسان. قال لي روتور برك نجم يسمعكم الخمسه. قلت له ليه ما يجيش روتور. قال لي لا روتور نجم يسمعكم الخمسه. دونك تنجم تشوف الثقافه الموسيقيه العتيقه في تونس. تقدر تصور من غادي سامحني احلاها بلادي صار له بوتريت عليه صار بعدين بيستكنيك جاتنا بيستكنيك هذا كيبه ميكرويت وبيرش ايش بيهم ميكرويت وبيرش جاك 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 وينو حسين عليه ما حكيتش على جاك جاك قبل جاك جاك خويا ما نعرف فيهاش هذه اي يا اخي جاك مونتاني يا اخي هو من بعد جبت له جاك مونتاني تصرف هو دبر السلوك دونك ميرسي لشكون مرسي لحسين لحسين يعني اللي كرز على الاخر وقال لك ما عادش نطلع انا جمله تخرج من الجروب صحيح صحيح ما نبيع لحد انا شخصيا باش نكون حريص اكثر على لي زيفينمون ولا لي كونسير اللي باش نخدم فيهم كرو عرفش في غلطه مشكور وما ماجيش نورمالمون معناها فما مينيموم تاع ثقافة يكون على الأقل حتى عند الموظفين اللي يخدموا بهذا الثقافة وكل شيء تو عارفين اللي فما جروب باش يجي يلعب لازم مينيموم تاع إيكيبمون مش إيكيبمون معناها يبدا من عام 70 تاع يشوفوني شنو نقول لك حياتي شنو ياخذ معناها يقراو حساب الفازات لي هكا الحمد لله معناها تكلمنا كنا نجمو نلعبو مي ما نتصورش ان نجم نعمل هكاك ابخي تو معناها نجي زوال وما نلعبش سي دي غاشي دونك تلقينا الحل او ان شاء الله يطلع الحل على تو تو شنو تعليقك على اللي صار اليوم؟ والله سي دو مانك دو بروفيسيوناليزم هاو كي تجي تنظم حاجة معناها دو بريفيرونس تعمل عليها ريشيرش كتبت انت متعرفش معناها فما شويه لوجيك ان شاء الله ما نلوموهمش برشا اما يفكر سي ريشيرش جيك تاع جوجل دار الثقافه في تونس
زاد مش ذكرون ذكرون زكاة ونحن نسألكم سؤال كي تراو جروبون سيخدم في البوم اسكو انتوما تشيرون البوم ولا علاه ما تشيروش البوم خير حتى كي يبدا البوم ينصاو مدين ديزون 5000 Le produit est un peu plus de la vie, mais quand même, je suis en train de me dire, hey,